النتيجه معروفه يعني. كارلو انشيلوتي احنا عارفين ان هو دوت راجل امورجي، بيسيبك تلعب ماتش وتعمل كل اللي انت عايزه، في الاخر بيقول لك بس ستوب بقى، يعني عايزين نخلص الماتش وهنعملها بسيناريو، جون في التاني والراجل خلص الماتش. يا السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. والله كانت مغامره حلوه كده من فريق دورتموند، يعني الراجل عاش قصه جميله كده وختمها ختام زي الفل والله. يعني انا ما اعتقدش ان في اي فريق في الكون هيبقى زعلان ان هو خسر من ريال مدريد، يعني ما اعتقد، اصل النهايه منطقيه وطريقه كمسدود مسدود 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 يا ولدي، يعني مستحيل تكسب الريال. يعني بص اهو، يعني عارف انت المستحيل او المستحيل ممكن ان انت تكسب الريال، صعب صعب ان انت تكسب فرقه طلعت مانشستر سيتي بيب جوارديولا، طلعت بايرن ميونخ توخيل، يعني هي بالحسابات، ما تسرحش حتى بخيالك ان انت بقى ايه واحد بيشجع دورتموند مثلا او انت لاعب في دورتموند وتسرح بخيالك كده ان انت كسبت دوري الابطال، ما تبقاش عبيط، يعني خليك ايه بني ادم واقعي، انت راجل كبير وعاقل وناضج، ففكك بقى من احلام المراهقين اللي انت ايه يعني لو حصل وسرحت فيها. انا عمال استغرب واسال نفسي فيه، انت راجل دلوقتي مدرب ايه بروسيا دورتموند، انت عليه عمال تهمك وعمال تقول بص بقى استنى ايه، عرفت نقطة ضعف ريال مدريد واكتشفت اللي ما اكتشفه والتربيل اللي 2 مللي وحاجات كده مالهاش اي 30 لازمه، فانت ليه بتعمل حبه همبكه يعني مالهاش لازمه حبيبي، ها اصل انت يعني مسدوده مسدود، يعني انت مثلا بجميع السيناريوهات اللي انت ايه ممكن تعملها في المباراه، ان انت مثلا اول حاجه جبت جون في الاول، فانت لو جبت جون في اول الماتش فالريال هتفشخ طول الماتش، طول الماتش هتلاقي بتهاجم عليك وفي الاخر هتخسيك وهتجيب جونين مثلا وفوز في اخر دقيقه، مش هينوبك ان الريال هتفضل طول الماتش فشخاك، يعني نعم انت يعني انت النهارده لعبت ماتش كويس بس يعني النتيجه معروفه، يعني كارلو انشيلوتي احنا عارفين ان هو دوت راجل امورجي، بيسيبك تلعب ماتش وتعمل كل اللي انت عايزه وفي الاخر بيقول لك بس ستوب بقى، يعني عايزين نخلص الماتش وهنعملها بسيناريو، جون في التاني والراجل خلص الماتش. دوت اول سيناريو، تاني سيناريو ان مثلا بروسيا دورتموند تجيب جون في اخر دقيقه او في يعني في الربع الاخير، ودوت السيناريو ده مستحيل يحصل، لان يعني انت بتلعب قدام ريال مدريد شخصيه البطل اللي هي اصلا بتعمل الحاجات دي، فاكيد مش هتعملها الحاجات دي، فانت انسى السيناريو ده. يا اما بقى السيناريو اللي انت ايه بتجيب جون في نص المباراه زي مثلا ما توخيل عمل وجاب جون ولا جونين كده في اول الشوط الثاني اللي هو في نص المباراه وفجاه برضه اتفشخ، يعني انت مصيرك واحد، جبت جون في الاول جبت جون في نص المباراه فانت كده كده بيتفشل. بس يعني في حاجه يعني بس عايز اوضحها لمدرب ايه بروسيا دورتموند، هو كده كده اللي انا هقوله دوت مش هيغنيه من ان هو كان هيخسر، بس في حاجه، في مقوله بتقول لك طالما هي ماشيه ما تلعبش فيها، يعني هي خلاص الدنيا ماشيه ما تقعدش تلعب فيها بقى وتحط التاتش بتاعك، انت ليه بتطلع كريم ابني؟ الراجل ماشي، الراجل بيضيع، هو اي نعم بيضيع ضياع كتير ولكن الراجل بيدوح، الراجل شاغل دفاع ريال مدريد فعامل قلق وكمان ساعات بيساند شويه ايه في الدفاع بتاعك، ليه بقى انت بتطلعه؟ يعني انت استفدت اما طلعته، يعني انت اول ما طلعته اول ما طلع على طول اخدت واحد وبعدها ب 10 دقايق الثاني، طب ليه؟ ما هي ماشيه ما تقعدش تلعب فيها، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى، انت اما تيجي تطلعه انا يعني مع احترام الرئيس وان الناس كلها بتحبه ودوت تقريبا اسطوره بروسيا دورتموند وده اخر ماتش ليه وبتاع، بس ما تنزلوش، يعني الراجل معروف ان هو نحس، يعني اكيد مش هطلع كريم ادمي وانزل دوت، طب ليه؟ يعني الراجل هنا على الجنب دوت الراجل عمال يدحر ايه في الدفاع ويدحر في الهجوم وشكل حلو، في الاخر اطلعه وانزل اكتر بني ادم منحوس عندي، يعني نزله في الوقت بدل ضايع اللي انت كسبان فيه والماتش خلصان، ولا كمان ما تنزله، ما علينا يعني خلاص، يعني هنقول كلمتين في الراجل ايه حلوين، الراجل يعني اخر ماتش ليه كان النهارده، فدوت كان العتاب الوحيد على مدرب بروسيا دورتموند، وانا بقولها هو باكدها، يعني مش دوت يعني هو عشان عمل كده خسر، لا هو لو كان عمل اي حاجه في الماتش كان برضه هيخسر، لان دوت كارلو انشيلوتي ريال مدريد، الريال خلاص بقى متوحش كره القدم الاوروبيه، يعني 15 دوري ابطال، يا نهار اسود، انتوا متخيلين الرقم 15 وايه، ودي النسخه الاخيره من دوري الابطال بالشكل القديم، يعني خلاص بقى هي هيفتح في الجديد، مفيش اي حد يقدر ينافس ريال مدريد حاليا حاليا، ولا حتى مثلا بعد ما نخش الموسم الجديد ما اعتقدش ان في فرقه هتبقى قويه كفايه ان هي تنافس ريال مدريد، ريال مدريد بقى متوحش في كره القدم، يعني ما بقاش في اي حد يلمه، ما يقدر على القدر الا ربنا. فيعني يعني عشان حد بس يكسب ريال مدريد دي ما عليه اللي هو بالدعاء، لازم كده نجمع انديه اوروبا كلها انديه العالم كلها وتقعد تدعي بقى ان ريال دايما ايه يقعد يخسر. هو بقى في مرحله وانديه العالم كلها بقت في مرحله ثانيه. بس يعني هو مفروض نادر المدريد، وانا للاسف بقول كده والله، بس المفروض يشوف كوكب تاني بقى مع ناس تانية يعني اجمد من الفرق اللي هنا
ويلعب معاها، لان خلاص هو هنا قفل اللعبه ومبقاش في حد قادر عليه. طبعا اضطر اقولها مبروك 15 لريال مدريد، يعني خلاص خزائن النادي ما يعني خلاص يعني بقت عاديه، كل سنه ياخدوا البطوله فبقت عاديه ومسخه، بس ما علينا يعني. خلاص خير ولا ساخر، انا كان معكم زيكا. مش عاملين سبسكرايب على اليوتيوب ولا مفعل الجرس، اعمل كده حالا. لسه ما عملتش لايك على الفيديو اعمل لايك على الفيديو، لو ما عجبكش الفيديو اللي بعده هيعجبك ان شاء الله. لو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتتبسط هناك، هتلاقي ستوريات وهتلاقي مقالات وهتلاقي بوستات، هتلاقي حاجات حلوه كتير قوي هتتبسط بيها.